اهلا بيكم من جديد في فقره سهم وقوس بثنائيه القائد ونجم الموسم حائل الفارس الابيض الفوز رقم 100 ليه عبر تاريخ مشاركاته بدوري ابطال افريقيا عشان يحقق بدايه ممتازه في طريق استعاده الاميره السمراء. لعل وعسى يكون عام 2022 بيحمل سر فك الشفره واستعاده العرش القاري باذن الله. عشان نتكلم اكتر عن التفاصيل دي بيسعدني يكون معايا ضيفنا العزيز اللي نرحب بيه طبعا في استوديو نهارك ابيض، الرياضي المميز، المحلل الرياضي المميز، الاستاذ محمد خالد. اهلا بيك مشرفني. تسلمي يا نرفان، اهلا بيك. يمكن التحليل المره دي هيبقى مختلف شويه وهيبقى مريب شويتين ثلاثه لانه اصلا الماتش ما زعش، بس خلينا نعتمد على زيزو وابو رنا. الفيديوهات اللي احنا شفناها امبارح وعلى السوشيال ميديا وعلى الصفحات، يعني خلينا الاول نتكلم بشكل عام. طبعا بدايه مشوار الزمالك وتفوقنا وانتصارنا في البدايه اكيد ليه دفعه معنويه كويسه. بالتاكيد. ان احنا طلعنا بفوز مهم، طلعنا بجولين، طبعا جول شيكا وجول زيزو. شايف اهميه الدفعه المعنويه دي هتودينا لفين؟ لا اكيد طبعا فوز مهم جدا زي ما انت قلتي في بدايه المشوار بره ارضك، بيدي ثقه، بيقول ان الزمالك عايز يعمل حاجه في البطوله السنه دي، هدفه انه يحقق البطوله، جاي بطل الدوري بتاعه، بطل الكاس في بلده، وبالتالي خلاص يعني انه ينافس على بطوله افريقيا فهو امر خلاص ما فيش خلاف وما فيش جدال عليه. فدي رساله من الزمالك حتى لو كانت بدايه من دور التمهيدي او دور ال 64، لكنها رساله قويه ان الزمالك داخل يحقق الفوز بره ارضه وجوه ارضه. احنا زي ما كلنا عارفين ان الزمالك ما حققش اي فوز في النسخه الماضيه او خلال سنه 2022 تحديدا يعني. فبالتالي الفوز ده ممكن نقول الاداء شويه، لان اللي شاف الماتش بيشكر في الاداء، وزمايلنا اللي كانوا في الكاميرون شكروا في اداء اربعه مثلا. بالظبط، شكروا في اداء اللعيبه في الشوط الثاني تحديدا. فده ان شاء الله يكون دافع قوي ويدي ثقه للعيبه في ان هي تقدر تحقق او تسير بشكل كويس في البطوله السنه دي باذن الله. طيب طبعا احنا يعني ما حدش هيقدر يتكلم عن فنيات الماتش لان ما حدش شاف. بمناسبه هو انت من وجهه نظرك، لان انا بجد نفسي اسال حد السؤال ده، ليه تشاد ممكن ترفض ان احنا نذيع ماتش؟ هي مش تشاد اللي رفضت، هو الماتش كان في الكاميرون. فاعتقد يعني ان مش تشاد يعني بطل تشاد. بالظبط، يعني اعتقد ان هو كان ليه مطالب ماليه، فرصه بالنسبه له ان هو بيلعب الزمالك، عارف جماهيريه الزمالك وعارف مدى الاقبال على متابعه المباراه، فحط شروط ماليه كبيره جدا جدا. اعتقد كانت شروط تعجيزيه كمان، مش مجرد شروط ماليه كبيره، وبالتالي يعني الجانب المصري او الزمالك تحديدا رفض الخضوع للموضوع ده. وتم رفض اذاعه المباراه. طيب غير بقى ده، يعني نروح مثلا لاحداث المباراه ممكن كده نستشفها من الكلام على السوشيال ميديا، من الفيديوهات. يعني احنا عرفنا ان كان في تغيير ما بين شيكابالا وزيزو، زيزو دخل في قلب الملعب. يعني ممكن نستشف اي حاجه من احداث المباراه؟ لا هو فعلا ممكن نستشف، يعني المباراه ممكن هي شرحه نفسها تقريبا، ومستر فيريرا تحديدا بعد المؤتمر الصحفي شرح المباراه كانت ماشيه ازاي. الفرق بين اداء الزمالك في الشوط الاول وفي الشوط الثاني هو رغبه الزمالك في التسجيل، يعني الزمالك خلص الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني مع اول 10 دقائق الزمالك كان مسجل هدفين وكمان اخضر ركله جزاء في الجزء او في الثلث ساعه الاخيره من المباراه، فده بيوضح مدى الفارق بين اداء الزمالك في الشوط الاول واداء الزمالك في الشوط الثاني. كان في رغبه من الزمالك في الشوط الثاني ان هو يخرج كسبان، ودي اكد عليها مستر فيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، وقال ان هو لما اجتمع مع اللعيبه بين الشوطين قال لهم احنا لازم نوصل رساله في الشوط الثاني احنا عايزين ايه. هو بيفضل مؤثر سواء بقى كقائد معنوي، كقائد جوه الملعب، كقائد فني. بالزبط. هو فعلا لمسه شيكابالا بتبقى مختلفه حقيقي. طيب نروح للجول الثاني، هو طبعا صاحب الجول زيزو بيستمر في التألق، بيستمر في ان هو بقى اغلى لعيب غالبا في السوق دلوقتي في مصر. يعني شايف ان زيزو يقدر يكمل في التألق والاداء الاستثنائي ده للموسم اللي جاي ويفضل مكمل في ده؟ يمكن احنا اخر فتره في الموسم اللي فات كنا قلقانين انه في ماتشين ثلاثه كده ابتدينا نحس ان زيزو عنده اجهاد، وبعدين رجع فاق تاني وهكذا. شايف ايه السيناريو الامثل لزيزو ان هو نفضل نشوف منه الاداء اللي احنا متعودين منه عليه الموسم ده؟ لا اعتقد ان احنا هنشوفه عادي، الموضوع كله مرتبط ومتعلق بالعقليه مش بالاداء الفني ولا البدني. لو بالاداء الفني او البدني فزيزو من بدايه دخوله للزمالك في يناير 2019 في مستوى تصاعدي بشكل كبير جدا، يعني زيزو مستواه ما شاء الله عليه ما بينزلش، لا مستواه بيزيد، مستواه بيتطور على طول بشكل مستمر، هو بيلعب
ومهتم بنفسه ومهتم بالعامل البدني، لعيب مركز في الملعب بس، لعيب مش مدي اي مساحه تانية للخروج عن عن يعني تفكيره يبقى مشتت بره الملعب. اول ما كان في كلام عن عروض احتراف او الرحيل عن نادي الزمالك، جدد لنادي الزمالك، يمكن المفاوضات ما خدتش ايام بالزبط. وكان مجدد لنادي الزمالك، فهو زيزو تركيزه كله داخل الملعب. انا متوقع ان زيزو بالعكس ده مش يحافظ على مستواه، اعتقد انه هيتطور كمان الفتره الجايه والموسم الجاي، لان زي ما احنا عارفين ان الزمالك دعم صفوفه بشكل كبير، الفرقه هيبقى لها ملامح تانية، الفرقه هيبقى لها طموحات اكبر بكتير من مجرد الفوز بالدوري والكاس. عندنا هدف مهم جدا هو الفوز بدوري ابطال افريقيا، زيزو على درايه تامه بالهدف ده وعلى درايه بحلم جمهور الزمالك في التتويج باللقب القاري، واعتقد ان هو كمان بيحلم بالبطوله دي لان تقريبا حقق كل البطولات. دي الحاجه الوحيده اللي لسه كنا بنتكلم ان هو دوري ثلاث سنين تقريبا مع الزمالك حقق كل حاجه ممكنه، فبالتالي الفوز بدوري ابطال افريقيا والمشاركه في العالم الأندية هي هدف كبير، وجمهور الزمالك وكل منظومة الزمالك حط أمال كبيرة جدا على زيزو ان هو يقود المشروع الفترة الجاية ويكون قائد للزمالك داخل الملعب مع شيكابالا طبعا والونش ونجوم الزمالك في التتويج باللقب القاري الكبير باذن الله. طيب خليني اسالك، هل تفتكر ان مستر فيريرا هيفضل مكمل بطريقه 3 4 3؟ يعني شايف انه مع انضمام كمان صفقات جديده، هل هنفضل مكملين في دوري ابطال افريقيا بنفس الطريقه؟ احنا بقى عندنا فرايتي دلوقتي اكتر، يعني احنا بقى الموضوع بقى في سكواد اكبر دلوقتي، في لعيبه اكتر، في عناصر في كل المراكز، في وفره عدديه يعني. فده بقى يعني بيرجع لمستر فيريرا نفسه على حسب امكانيات الخصم وعلى حسب موقف الفريق وعلى حسب المباراه والبطوله، حاجات كتير جدا هتحددها الملامح القايمه، قايمه الفريق الفتره الجايه والعناصر اللي هيعتمد عليها الزمالك الفتره الجايه. يمكن الزمالك دعم صفوفه وعناصر مميزه كان في امس الاحتياج ليها في مختلف المراكز، لكني ما زلت شايف ان الزمالك في حاجه لتدعيم الخط الامامي بلاعب او اتنين تاني في مركز الجناح وفي مركز المهاجم الصريح. اعتقد لو الزمالك قدر يتعاقد مع او يدعم المركزين دول تحديدا هيبقى تقريبا خلص 100% من احتياجاته الفنيه. في اقتراحات كده من وجهه نظرك، في مثلا شايف ان ممكن لعيب معين يكون مناسب لينا الفتره دي ندعمه بيه؟ يعني في مصر ولا من بره مصر؟ يعني ممكن الاثنين، لو انت في مصر عندك في مقترحات او بره مصر. يعني اعتقد ان مفيش عنصر خلاص، يعني الزمالك بيضم افضل العناصر الموجوده على الساحه المحليه دلوقتي في مصر. كنت اتمنى اشوف طبعا لاعب بحجم عبد الله سعيد في الزمالك حتى لو سيزون واحد، يمكن في لعيبه في اوروبا بتنتقل من انديه لانديه وبتوقع سيزون واحد وبتحقق نجاحات وبيبدا التجديد سنه بسنه على اساس مستوى اللاعب وبحكم مستوى اللاعب في الملعب، فوجود عنصر زي عبد الله سعيد مع الزمالك السنه دي كان هيفرق جدا، خصوصا ان عبد الله عنده من الخبرات الكبيره على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي برضو كان يقدر يفيد الزمالك. احنا عندنا برضو نقص شويه في حته رقم 10 دي ومركز صانع الالعاب. بخلاف عبد الله لا، مش شايف ان في اي عنصر كان ممكن صحيح يصنع الفارق تاني للزمالك موجود في الدوري المصري والزمالك ما ضموش. من بره مصر احنا فقدنا عنصر مهم جدا زي اشرف بن شرقي، اشرف كان لعيب مؤثر ولعيب صانع فارق بشكل كبير جدا، كنت اتمنى ان احنا نضم لاعب بنفس الامكانيات ولعب بنفس الطموح وبنفس الرغبه والاصرار، لكن احنا عندنا عناصر دلوقتي متوسمين فيها خير. يعني سامسون البنيني نتمنى ان هو يكون على قدر طموحات جمهور الزمالك، انداي برضو انا يمكن الناس شافت انداي في ماتش الهلال لوسال وكان سرعه حكم، شايف ان هو طبعا لا لا يعني هو انداي اصلا من قبل ما يسافر من ثلاث سنين وهو في وادي دجله في ماتشين مع الزمالك، في ماتش تحديدا كسبناه 4-2 انا كنت في الملعب وقتها، لا لعيب مش طبيعي، لعيب مزعج لاقصى درجه، لعيب سريع جدا جدا جدا، وكان ساعتها عنده 19 سنه او 18 سنه كمان، فاعتقد لا انداي لسه جاي عنده خبرات الى حد ما شويه في الدوري المصري وعارف طبيعه الاجواء في الدوري المصري عامله ازاي، فكان فعلا الحكم عليه في ماتش الهلال سريع جدا جدا، خصوصا ان احنا كنا بنلعب فريق يعني مدجج بالنجوم، فرقه صعبه يعني جدا جدا. انا انا بنسى اسمه دايما بس انت اكيد هتبقى عارف اللي هو الهجمه ده اللي هو موسى ماريجا. ايه ده؟ موسى ماريجا واودين اجاله في راس الحربه، لا فعلا لعيبه يعني صعبين يعني ميزانيه صعبين بجد يعني. وعلى فكره ده مش الهلال السعودي اللي كان بيلعب من ده منتخب كامل متكامل، يعني انا عايز اقول لك ان القيمه السوقيه للعيبه الهلال تتجاوز لعيبه الهلال المحترفين بس بغض النظر عن السعوديين، يعني تتجاوز 90 مليون يورو، يعني دي ممكن تكون ميزانيه الدوري المصري كله يعني. فلا الزمالك كان بيلعب فريق صعب جدا، حتى لعيبه الهلال نفسها
يعني شكرت لعيبه الزمالك على الاداء وقالت احنا عارفين ان الزمالك لسه مخلص الدوري بتاعه من اسبوع عكس احنا ريحنا وخدنا فتره اعداد وبدانا الدوري بتاعنا، فكان في فارق شويه في اللياقه البدنيه وهم قالوا ده، وقالوا ان احنا بنتمنى كمان ملاقات الزمالك في الفتره الجايه والزمالك واقف على رجله بشكل اكتر، يعني هنشوف مباراه اكبر بكتير. طيب زكريا الوردي شفناه برده طبعا كده كده برضو خلينا متفقين انه مفيش حكم ينفع نطلع عليه، لكن انت في بواشر عندك في مثلا حاجات شايف ان هو بيتميز بيها؟ فعلا يمكن مش عشان قلت ما ينفعش نحكم على نضيف في ماتش الهلال، هو مش حكم بس فاهم استشفاف كده. تمام. لا انا شايف ان زكريا الوردي لعيب مميز جدا جدا، الكره تحت رجله. يمكن انا كنت هنا في حلقه سابقه وقلت ان زكريا الوردي ما كانش من اللعيبه اللي بتلفت انتباهي في الرجاء ايام ما كان في الرجاء المغربي. صحيح انا كنت معاك لما بالظبط. كان في لعيبه ثانيه في الخط الامامي تحديدا هم اللي كانوا لافتين انتباهي اكتر من الوردي، لكن لما اتفرجت على الوردي في عدد الدقائق القليل اللي شارك فيه في ماتش الهلال، لا حسيت انه لعيب عنده ثقه في نفسه كده، بيعرف يحافظ على الكره تحت رجله. مش من اللعيبه اللي بتستلم الكره وتسلم على طول من وبتهتز من الضغط او بتتوتر لما بتستلم الكره وتبدا تدور على اقرب زميل وتسلم. صاحب قرار بالظبط. لا لاعب بيحط الكره تحت رجله وبيروح بيها، ما عندوش اي مشكله، عنده جراه كبيره جدا. فانا متفائل جدا بزكريا الوردي وشايف انه مع امام عاشور ومع نبيل عماد دونجا ثلاثي في وسط الملعب هيكون مميز جدا. اصابه دونجا دي اللي جت انا شايف ان الحمد لله مش اصابه كبيره، يعني في لسه وقت قبل بدايه الموسم دونجا يقدر يتعافى فيه بشكل جيد. عرفنا ان هو هيسافر قطر لتلقي العلاج وباذن الله هيرجع افضل من الاول. لكن لو هنتكلم بس عايز اقول سريعا زكريا الوردي ودونجا وامام عاشور ثلاثي وسط ملعب شاب، يعني عايز اشيد بالاختيار صفقات الزمالك في الصيف السنه دي، نزلنا بمعدل الاعمار بشكل كبير جدا. يعني لو بصينا على زكريا الوردي وامام عاشور ونداي وسامسون ايكينولا غير الموجودين حاليا زيزو وامام وفتوح والونش وعواد، معدل الاعمار نزل بشكل كبير بخلاف اللعيبه الشباب اللي طلعت. لا الزمالك يقدر يسيطر على البطولات الفتره الجايه في حاله ان شاء الله استمرار الاستقرار الاداري والفني جوه النادي، الزمالك يقدر يحقق بطولات كتير جدا الفتره الجايه لان عنده عناصر شابه وعناصر مستقبلها واعد جدا جدا تقدر تقوده لتحقيق كل البطولات باذن الله. طيب ماتش العوده بقى يعني طبعا في كلام ان هو ممكن يتاجل 30 سبتمبر، بغض النظر عن التاجيل شايف ان هي هيمثل صعوبات او عقبات الماتش العوده؟ يمكن انا كنت شايف ان في مخاطره شويه ان الزمالك يخوض مباراه العوده باستغنائه عن اللاعبين الدوليين خصوصا ان العدد مش قليل، يعني 5 لعيبه في منتخب مصر واثنين لعيبه في منتخب تونس، واحنا لسه يعني الصفقات الجديده ما دخلتش، فلا كان ريسك بشكل كبير. يمكن صحيح في فارق في الخبرات حتى لو لعبنا بمين في الزمالك مع الفريق التشادي، بس الكوره ما بتعترفش بكده، يعني الكوره فيها مفاجات بالظبط، الكوره فيها مفاجات كتير جدا جدا، يعني ممكن يعني جونين اصل الموضوع جونين مش اكتر يعني. صحيح. من كده فممكن تبقى معنداكي وتمشي مع الفريق التاني، ممكن الحكم مش عارفين ممكن تمشي ازاي، في حاجات كتيره قوي خارج اصلا الخبرات والامكانيات اللي بالظبط. يمكن شفنا امبارح الاتحاد الليبي بيخرج على ملعبه من فريق من بروندي، فالموضوع في افريقيا ما بيرتبطش باي حاجه على قد ما في مفاجات كتير خصوصا في الادوار التمهيديه والادوار الاولى دي. فكنت شايف ان الزمالك لو خاض المباراه بالظروف دي ممكن الموضوع يبقى صعب شويه، لكن في حاله تاجيلها ليوم 30 ان شاء الله واكتمال الفريق وعوده العناصر الدوليه، لا اعتقد ان الموضوع في المتناول جدا. مش هيكون في مشكله لا خالص. حاله اكتمال العناصر طبعا مش هيكون في مشكله خالص، في فوارق كبيره جدا في الخبرات يعني. طيب بمناسبه المنتخب والناس المنضمه للمنتخب، عواد شويه نزل تويته كده على تويتر يمكن عبر فيها عن ان هو زعلان ان هو ما انضمش لمنتخب مصر، وبالمناسبه انا نفسي اتفاجئت ان هو مش هيكون موجود في منتخب مصر، لانه عواد دلوقتي يعتبر في البيك بتاعه بالزبط. يعني في عز تالقه، ولو ما اتخدش دلوقتي او لو هو ما خدش الفرصه ان هو يمثل منتخب مصر دلوقتي انا مش عارف ممكن ياخدها امتى. ايه رايك في الموضوع ده؟ بص انا قريت التويته طبعا قبل ما ندخل الهواء واستغربت، بس هي التويته بالنسبه لي فيها جدل كبير. الموضوع مش مكتمل بالنسبه لي بشكل كبير جدا، لان طبعا زي ما انت قلتي ان عواد وصل لافضل فورمه ليه دلوقتي، وعلى الاقل لو مش هيبقى حارس المنتخب الاول لازم يكون في الاربعه المنضمين لمنتخب مصر.
لكن عواد قال ان في التويتر ان مفيش اتفاق بين ان هو يعني تواصل يعني تواصل مع احد المسؤولين وعرف ان مفيش اتفاق بين روي فيتوريا وفيرير. طيب ولنفرض ان روي فيتوريا كان استدعى عواد لقائمه منتخب مصر لمباراتي النيجر وليبيريا، الزمالك كان هيخوض مباراه افريقيا في حاله عدم تاجيلها، لحد دلوقتي ما صدرش فيها قرار بالمناسبه، يعني ممكن المباراه تقام في مواعيدها عادي جدا 25 عادي بالظبط. ففي حاله استدعاء عواد لمعسكر منتخب مصر كان مين هيبقى حارس الزمالك في افريقيا؟ صبحي؟ ما صبحي موجود اوريدي في افريقيا. لا انا بتكلم قبل بقى ما اصلا ما يتم الاعلان عن القائمه، يعني بتكلم في بدايه الاختيارات. لا اوكي، ما هو صبحي اساسا موجود، ما انا عارفه كان في المعسكر، ممكن انه يحصل العكس. ما اعتقدش، لان طالما ان صبحي تواجد كان خلاص الراجل مقتنع بيه، وطالما استدعى من البدايه فهو مقتنع بيه وهو عايزه معاه يعني. اوكي، ففي حاله انه استدعى عواد كمان كان الزمالك هيخوض بمين مباراه إلكت في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد ان في نقطه غايبه او في حاجه غايبه عن عواد ما عرفهاش يعني. لكن قصه ان عدم استدعاء عواد لمنتخب مصر، لا اكيد في حاجه غلط يعني، لو فعلا ما فيش اتفاق بين احد الاطراف هنا في الزمالك وفي منتخب مصر او اتحاد الكوره. يعني عواد زي ما انت قلتي وصل لاعلى فورمه ليه، وحق واحد بالتواجد في حراسه مرمى منتخب مصر دلوقتي. يعني دلوقتي لو عواد كان موجود في المنتخب دلوقتي احنا كنا هنلعب فعلا بنديم امام عطيه بالظبط. فانت شايف ان ده كان ينفع نعمله في اليكس سبورت مع اليكس سبورت؟ لا 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 خالص، ما كانش ينفع خالص. ان احنا نلعب طبعا لا، ده احنا كده داخلين المباراه واحنا مسلمين من نفسنا من غير بقى كمان اي حاجه. لا احنا كده ما ينفعش خالص، احنا كده نبقى متهزر فعلا لو كنا استغنينا كمان عن عواد في مباراه اليكت، خصوصا بعد انضمام 7 لعيبه من القوام الاساسي، 7 بيلعبوا في الملعب. انت مدركه يعني مدركه الرقم؟ لا وسبعه مؤثرين، 60-70% من الفرقه في بره الفرقه مره واحده. صحيح. فاعتقد لا، فانت شايف انه اللي حصل او عدم انضمام عواد بالذات في الفتره دي يعني يمكن للحفاظ على ماء الوجه بتاع الفريق يعني يعني بتحاولي تنقذي، مش عايزه اقول تنقذي ما يمكن انقاذه، بس على الاقل تحافظي على قوام الفريق. ننقذ ما يمكن انقاذه، لان احنا فعلا احنا معانا في ناس كتير قوي مش موجوده، والناس دي هي اللي شايل اصلا. انا بقول لك 7 لعيبه من 11 لعيب اساسيين بره مره واحده مش هيبقوا في التشكيل في وقت انت كنت بتعاني فيه في بطوله الدوري من نقص العناصر، من الغيابات، من السكواد الناقص كتير جدا. فاعتقد لا، كان غياب عواد كمان كان هي يعني صحيح الفريق التشادي متواضع، لكن زي ما قلنا الكره الافريقيه فيها مفاجآت كتير جدا. صحيح. جدا ونديم وعطيه تحديدا لسه الخبرات ما اكتملتش، ومش يعني كان ممكن لا قدر الله يتحرقوا بسهوله جدا في ماتش زي ده يعني. بص هو انت عندك حق، وفعلا احنا في ماتش زي ده احنا مش هنكون في حمل غياب تاني، بس برضو خلينا نبص على التويته، هي فيها برضو فايبس غضب شويه يعني. ده عواد كاتب التويته مش مجرد اعتراض، لكن هو زعلان. لا ما اصل عواد مش اول مره يتعرض لموقف زي ده في منتخب مصر يعني، فعواد بس خلينا نقول ان الحجه اللي قبل كده ان عواد ما كانش متالق بالتالق، ما وصلش للفورمه دي خالص. خلينا نقول ان ساعتها يعني كان في ممكن حد تاني هو اللي موجود في الصوره، لكن دلوقتي هو محدش تاني، هو افضل واحد دلوقتي موجود على الساحه سواء على مستوى مصر كلها تقريبا. صحيح. فهو كان الاحق بالتواجد في منتخب مصر وحمايه عليه منتخب مصر، لكن خلينا برضو مقتنعين ان المباراتين مجرد مباراتين وديتين، انت عندك مباراه هامه جدا جدا، اهم بكتير من المباراتين الوديتين لمنتخب مصر دلوقتي مع الزمالك في دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي مستنيها جمهور الزمالك بشكل كبير، المستقبل لسه جاي، عواد حارس سنه صغير ويقدر يقود منتخب مصر على مدار السنين. صحيح. الجايه، خصوصا ان الراجل روي فيتوريا متابع لكل انديه الدوري وعينه على كل انديه الدوري، واشاد بعواد بالمناسبه في أكتر من مناسبة قبل كده في خلال مباريات الدوري، لأنه كان بيحضر المباريات بشكل مستمر. فما أعتقدش أن في أي خلاف أو في أي مشكلة بين عواد وروي فيتوريا أو منتخب مصر. عواد بإذن الله يخلص مباراة إلكت سبورت ويكون موجود في التجمع اللي بعد كده ويقود منتخب مصر الفترة إن شاء الله بإذن الله. وده كلام مهم جدا أن عواد يسمعه، أنه فعلا في ظروف بتحكم يعني بالزبط. في حاجات بتحصل بنضطر أن احنا ما ناخدش الفرصة دي في الوقت ده، وحصل مع لعيبة كتير قبل كده، وكنا مستغربين لعيبه كتير احنا اصلا لحد دلوقتي مستغربين ان هم لسه بيلعبوا مثلا مش اساسي يعني. مثلا احنا عندنا زيزو لحد دلوقتي مش بينزل من الاول بسبب طبعا بقى تواجد صلاح والقصص اللي بتحصل دي، ودي الحاجه المفروض ان احنا نشوف لها حل الفتره اللي جايه، انه الاثنين يكونوا موجودين باي شكل من الاشكال. لكن ده كلام مهم ان عواد يسمعه، الدفعه المعنويه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهمه، وان هو ما يزعلش وما يخليش الغضب يسيطر عليه بشكل او باخر، لان دي الوقعه دي لما بيقع فيها لعيب للاسف بتاثر بطريقه وحشه قوي. اعتقد لا، عواد اكبر من كده يعني، وان شاء الله هيتفاهم ده. هو ممكن بس يكون الموضوع عشان لسه سريع ولسه الموضوع القايمه مستدعاه امبارح، فعواد لسه
متضايق شويه صحيح. وزعلان، لكن الفتره الجايه باذن الله هتشهد تواجده في منتخب مصر، لانه فارض نفسه بشكل كبير، يعني مش هتبقى مجامله، يعني مش محتاج ان حد او مش بتكملي دي قايمه، يعني مش بتاخديه حارس رابع مثلا، لا هو فارض نفسه كحارس اول في مصر بشكل كبير جدا. يعني ان شاء الله طبعا بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى كمان للزمالك كل التوفيق في دوري ابطال افريقيا، وناخد بقى السادسه باذن الله، يكون وشنا حلو بقى في اخر بطوله. خلاص وشنا كان حلو في اخر كام، يعني في الكاس في الدوري ان شاء الله، باذن الله نكملهم بافريقيا ان شاء الله. باذن الله. نورتني وشرفتني طبعا استاذ محمد خالد المحلل الرياضي المتميز، ودايما وشك حلو عليك. تسلمي، مبسوط اني كنت معاكي. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم نهارك.